مشاهدينا بننتقل من مصر لدبي وإلى أسبوع الموضة العربي اللي يعقد بدبي بمشاركة 22 دولة، وأكيد لبنان كان له مشاركة وهو أكيد دايما موجود بهالأسبوع من خلال المصمم الشاعر فادي نصر موجود معنا. أهلا وسهلا فيك فادي. فادي مثل ما ذكرنا أسبوع الموضة العربي هو من أكبر المنصات العالمية من خلالها بيعرضوا أعمال المصممي الأزياء ويعتبر مثل أسابيع الموضة بميلانو باريس لندن وغيرها. وحضرتك كنت موجود بالافتتاح، انت يلي افتتحت هالاسبوع، خبرنا شو اللي صار بالافتتاح وشو قدمت. بالبدايه انا فاوندر وشيف اوبريتنج اوفيسر بالعرب فاشن كونسل اللي هو بينظم العرب فاشن ويك، اوكي. فانا ما كان عندي احلى من هيك بلاتفورم لاقدر اعرض ذا تري اوف لايف. خبرنا عنها، اشتغلت عليها وقد ايه ضلت هذه تري اوف لايف وقد كيف اجت الفكره اصلا كمان وشو الجانب الانساني منها. اوكي، هلا ذا تري اوف لايف هي بلش الفكره كان في عندي أطفال كانسر قصوا شعرهم، فهذا الشهر حبينا نعمل فيه شيء. أوكي. أوكي. هذه كانت الجانب الإنساني منها. بعدين أنا هذا ال يعني من هون انطلقت حضرتك. ايه. يعني بعد ما جمعت هدول الشعر حبيت تعمل فيهم شيء طلعت الشجرة. حبيت أعمل شيء فرحت صوب الشجرة. هي أنا مجرب نزل لين جديد بالشعر بالفاشن اللي هو يكون جانب آرت. نعم. منه هير وكات وهالقصص هذي يكون في. لاين من الـ من ليه اخترت الشجرة وهلا رح نشوف مشاهد ونحكي عنهم وتشرح لنا أكثر. exactly. تفضل. أنا Tree of Life introducing a first in fashion history. The Tree of Life came into existence out of Fadi Nasser's desire to innovate and push horizons and to bring attention to a worthy cause. Using hair donated from children with cancer in Lebanon, the result was an intricate piece of art that serves as a reminder of the hope and courage of these remarkable young people. Fadi wanted to create a realistic replica that would showcase the great natural detail of an olive tree, including a broken branch and skillfully made leaves and trunk. He's dedicated the artwork to children suffering from cancer to try and draw attention to their immense courage and strength. فادي اكيد مبروك مره ثانيه لهالانجاز المهم اللي قدمته. خبرنا ليش شجره الزيتون بالزيت وقد اخذت معكم وقت. اوكي، هلا هي الفكره اخذت وقت لحضرنا لنطلع بهيك ايديا. اوكي، اخذت 630 ساعه. فاخترنا شجره الزيتون من بين كل انواع الاشجار اذا فيك تقولي، لانه شجره الزيتون بتقعد بلا مي فترات طويله، بتتحمل الصعوبات، بتكسر منها غصون وبتضل عايشه. فبمجرد ما ننسب هذا العمل للكانسر فبتحس انه مثل ما هذه الشجره بتتحمل قويه كمان الانسان اللي عنده تفاؤل ومسكي بالحياه، فهذا الطفل اللي عنده كانسر نفس الشيء ويمكن بلس. حلو. فادي حضرتك من مصممين الازياء المشهورين، عفوا الشعر المشهورين جدا، وايضا حضرتك كمان بتوضع اللمسات الاخيره بمسابقه ملك جمال الكون. خبرنا عن التجربه اللي حضرتك دائما موجود فيها وشو بتعملوا اكزاكتلي هونيك وكيف بيكون الشغل. توضيحا لكلامك انا شاركت فيها بس مش على طول بشارك. أوكي. فيها عملت هذه التجربه حبيتها بس ما كثير بحب عيدها لانه في كثير تعب فيها. نهار طويل وشاق بيكون. هي عباره عن 15 20 يوم. نعم. منها يوم ويومين. وكان بروسيا وسقع كثير. ولا ابدك انه سقعك بلد سقع. هذا الجانب اللي انا ما حبيته، بس بالنسبه للاكسبيرينس اللي كانت هونيك كانت كثير حلوه. وبالنسبه للاشياء اللي بنقدمها للملكات هو ستاندرد انترناشونال، يعني ما فيك تتفزلك كثير بالشعر. نعم، لازم تكون سيمبل عادة بتكون اليجنت وفي ستاندرد معين لتقدر تمشي عليه. هلا فأنا لما كنت هونيك اخترني المخرج كنت عم بعمل فاينل تاتش بهذه الفترة.
حلو. هلا بالنهايه لو ما في صعوبات بالحياه نحن ما بننجح، لازم نواجه الصعوبات، وان شاء الله بنشوفك كمان ايضا دائما بايفنتس عالميه، ودائما ان شاء الله من خلالكم انتم الفنانين يضل لبنان هو مركز للذوق والجمال والاناقه من خلال الفنانين امثالك فادي ناصر. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، بنقول لك مبروك الانجاز العظيم يلي قدمته للبنان ورفعت فيه اسم لبنان عالميا. شكرا لك حبيبتي، انا بتشكر وبتشكر الريبورتاج اللي استضافني. اهلا وسهلا فيك. بحب اشكر كمان العرب فاشن كونسل لانه صار بالاخر بالاخر صار عندنا عرب فاشن كونسل بالوطن العربي ممثل 22 دوله عربيه. حلو. من بعد سنين مع الديزاينريه تروح تنط على باريس وعلى ميلان تحمل شنطة وتعرض برا، فصار في حدا بيمثلهم وبيدعمهم وبيخاف عليهم. اهلا وسهلا فيك فادي ناصر وكل التوفيق.